مشاهدو على فضل، طاب مساءكم. نشرة أخبار الفضاء الإريتريا لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الإغريم الجنوبي يؤكدون جاهزيتهم لإنجاح البرامج التنموية الموضوعة. الإريتريون في المهجر ينظمون العديد من الأنشطة الدبلوماسية الشعبية. سيمينار في صنعاء حول المبيدات الحشرية. الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل البريكست. الفيضانات تضرب جنوب غرب إيران. فريق علمي دولي ينشر أول صورة لثقب أسود. مرحبا بكم إلى العناوين إلى التفاصيل. أكد المزارعون الناشطون في تربية وتسمين الأبقار وتنمية البساتين والزراعة المطرية بالإقليم الجنوبي جاهزيتهم لإنجاح البرامج الموضوعة لتنمية المواشي والقلال. وفي الاجتماع الذي عقد في 9 من أبريل الجاري بمدينة مندفرة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج الموضوعة، أوضح أن قضية إعادة توزيع الأراضي وإيجار الجرارات الخاصة من أهم التحديات التي كانت تواجههم، داعين للإسراع بتقديم القروض لهم وإنشاء مؤسسات لإنتاج الألبان ومشتقاته. وأشار المدير العام لمؤسسة المواشي والقلال الرائد كبراب أبراهام إلى أن الهدف الرئيسي من تنويع المهارات والأساليب الزراعية هو تعزيز الإنتاج والإنتاجية كما ونوعا، حيث تشتمل الخطة الموضوعة على تقديم الدعم المتمثل في البذور المحسنة والأدوية وتوسيع الجهود المبذولة لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، موضحاً الأعمال الجارية لحل أوجه القصور بالتعاون مع الجهات المعنية. نظم الإريتريون المقيمون في سويسرا والسويد وفرانكفورت وكولون الألمانية وجمهورية جنوب السودان العديد من الأنشطة الدبلوماسية الشعبية. ووفق المعلومات الواردة فقد عقد تنظيم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وشباب الجبهة بسويسرا في 7 من أبريل بمدينة غراندسون مؤتمره السابع. وأشار السكرتير الأول في السفارة الإريترية بسويسرا سيد آدم عثمان إلى أوجه التعاون وكذا الاتفاقيات الدبلوماسية التي توقعها إريتريا مع الدول التي تحترم سيادتها ووحدتها. من جانبه قال مسؤول الشؤون الجماهيرية والشعبية سيد شيليش إدريس بأن الحفاظ على مرحلة السلام الحالية والتطور الاقتصادي هو مسؤولية كافة أفراد المجتمع، منوها إلى أهمية المشاركة الواعية للمواطنين في إنجاح البرامج الوطنية. وفي ذات السياق نظم أعضاء الجبهة الشعبية فرع السويد في مدينة أورورو مؤتمره وقيم من خلاله أنشطته العامة كما اختار هيئة إدارية جديدة. وذكر مسؤول الشؤون الجماهيرية والشعبية السيد سيراك بهلبي بأن المؤتمر يساعد في التعرف على أوجه القصور وتعزيز الإنجازات، داعيا للحفاظ على القيم التي قادتنا إلى هذه المرحلة والعمل على تحقيق نتائج فاعلة. بدوره أوضح سكرتير الجبهة في السويد السيد زرتسيون زرآي بأنهم أنجزوا العديد من الأنشطة الفاعلة، كما عقد أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة في ألمانيا في 6 و7 من أبريل اجتماعهم النصف السنوي في مدينة فرانكفورت. وشارك الإريتريون في مدينة كولون الألمانية في 7 من أبريل الجاري في مسيرة السلام التي نظمتها إدارة المدينة تحت شعار غرع جرس السلام في مدينة كولون. ومن جهة ثانية شارك المعداؤون الإريتريون في السباق الذي نظم في جوبا بمناسبة توقيع اتفاقية السلام بجمهورية جنوب السودان. وفي السباق الذي شاركت فيه إريتريا وأثيوبيا وكينيا وجمهورية جنوب السودان ويوغندا والسودان حاز العداؤون الإريتريون في فئة الرجال على المركزين الثالث والرابع، وفي فئة السيدات على المركزين الخامس والسادس.
عقد مكتب الزراعة سيمينارا للمهنيين الزراعيين وكذا المزارعين في مديرية صنعاء حول مكافحة الآفات الزراعية وأمراض النباتات والخطوات التي يتوجب اتخاذها للحفاظ على جودة بذور البطاطا. لتلافي الأضرار الصحية الناجمة عن المبيدات مجهولة الجودة والمصدر. وقال أن تمهيد الأراضي الزراعية ونظافة المزارع والتنويع الزراعي ودفعهم لاتباع الأساليب العلمية. هذا وقد أكد المزارعون على أهمية مثل هذه السيمينارات التنويرية التي يتوجب استمرارها. دعا مسؤول التعليم في مديرية كركبة الأستاذ محمود إدريس للقيام بحملات توعية مكثفة لزيادة نسبة المشاركة في التعليم تماشيا مع الاستثمار الجاري لنشر المؤسسات التعليمية، وأشار إلى فتح 14 مدرسة في 13 ضاحية بالمديرية، إلا أن المشاركة متدنية بشكل عام لا سيما في أوساط الطالبات. وقال أن الكثير من الأطفال حرموا من فرص التعليم خاصة في المنطقة الشمالية والغربية للمديرية لاعتماد ذويهم على حياة الترحال الرعوية وعدم تجميع القرى. وقد أشارت الدراسة التي أجريت خلال العام الماضي عن وجود 5600 طفل خارج العملية التعليمية، وأوضح عن وجود نقص في المعلمين وغيرها من أوجه القصور، مما يتطلب العمل على منح الأولوية لأنشطة التوعية وقيام المتعلمين من أبناء المديرية بدورهم في توعية المواطنين، فضلا عن فتح مدرسة داخلية وتجميع القرى. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية غرتات حوالي 6 ملايين نقفة لعالة 1937 أسرة شهيد خلال العام الماضي. وأوضح القائم بأعمال المكتب السيد يمان كفلو عن دعم 61 محتاجا بينهم عدد من أسر الشهداء بعربات الكارو، إضافة إلى تقديم قرض دون فوائد من 20 إلى 30 ألف نقفة ل 257 مواطنا بموجب البرنامج المعد لإيجاد مصدر دخل للأسر. وقد تم إعادة حوالي 7 ملايين نقفة من القروض في الوقت الحالي. وأشار المواطنون الحاصلون على الدعم إلى تحسن حياتهم المعيشية بالاستفادة من المساعدات الحكومية والشعبية. هذا ويقدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية غردات الدعم أيضا للمعاقين والطلاب المحتاجين في المديرية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد حتى نهاية أكتوبر على أن تجرى عملية المراجعة في يونيو بحسب رويترز. وأكدت مصادر أن هذا الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاقة يتطلب موافقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي. من جهته قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك أن زعماء الدول 27 المتبقية في الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا. وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتقبا في 29 فوضت عليه مي مع بروكسل. تنوي رئيسة الوزراء طلب إرجاء موعدا لبريكست مجددا. عدد قتلى أسوأ فيضانات تشهدها إيران منذ 70 عاما إلى 77 قتيلا. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه تم أيضا إجلاء السكان من أكثر من 200 قرية في إقليم خوزستان القني بالنفط في جنوب غرب البلاد. كما جرى إيواء 46 ألف شخص في ملاجئ طارئة وفرتها الحكومة. وقال حاكم الإقليم أنه جرى التحذير من مخاطر الفيضانات أيضا في مناطق أخرى من الأهواز وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار القزيرة في الأيام القادمة. وضربت الفيضانات التي وصفها المسؤولون بأنها الأسوأ منذ الأربعينيات من القرن الماضي نحو 1900 مدينة وقرية في أرجاء إيران بعد هطول أمطار قزيرة غير معتادة منذ 19 من مارس.
أعلن فريق علمي دولي عن تحقيق إنجاز في مجال الفيزياء الفلكية بالتقاط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التلسكوب، مما يتيح فرصة لفهم على الأرض. وتمت إذاعة الخبر بشكل متزامن في مؤتمرات صحفية في واشنطن وبروكسل وسانتياغو وشنغهاي وتايبي وطوكيو. وكانت المرأة المدعوة هي تقتلع أعشابا ضارة عندما دخل النحل يعرف باسم نحل العرق في عينها. وقال الطبيب هونغ تشي تينغ من مستشفى فوين الجامعي لبي بي سي أنه صدم عندما التقط حشرات طولها 4 ملم من أرجلها وانتزعها من عين المريضة التي خرجت من المستشفى بعد تماثلها للشفاء. وتنجذب هذه الفصيلة من النحل للعرق وأحيانا تهاجم البشر لتمتص إفرازات العرق، كما تشرب الدموع لما تحتويه من بروتين بحسب دراسة أجريت في معهد للحشرات في ولاية كنساس. وكانت هي تقتلع أعشابا ضارة من حول مقابر أقارب لها عندما دخلت النحلات في عينها اليسرى، وكانت تزور المقابر في تقليد سنوي يعرف بيوم الأجداد والذي يحتفل به بتجميل مقابر الأعزاء. وأضاف الطبيب هونغ أن النحلات ربما وجدت طريقها إلى عين المريضة عبر هبة من الريح ثم استغرت داخل العين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.